اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من كارد كينج هيستوري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نهايه العصر الحجري. ولو هنتكلم يا جماعه عن اخر مرحله في العصر الحجري الحديث هي مرحله عصر المعادن، وده كان العصر السابق لعصر الاسرار، وده اللي بدا فيه المصريين يصنعوا بعض الاتهم من النحاس اللي اكتشفوه في شبه جزيره سيناء، ودي كانت بدايه لتطور الحضاره المصريه القديمه. ولسه لغايه يومنا هذا العلماء بيحاولوا يكتشفوا اسرار العصر ده، لان في اجزاء كبيره جدا من العصر ده مبهمه وما نعرفش عنها حاجه كتير. طيب دلوقتي اي جزء في مصر هو الادم، الجزء القبلي ولا جزء البحري؟ في البدايه اعتقد الباحثين ان الصعيد اقدم من الوجه البحري، وده بسبب ان بقايا سكان مصر ما قبل التاريخ وجدوهم في الصعيد. فاعتقد كمان الباحثين قديما ان في نهايه العصر الحجري استطاع سكان الوجه القبلي بسط سيطرتهم على الوجه البحري وكونوا من المملكتين مملكه واحده، ولكن اثبت فساد الراي ده، والسبب هو ما كشفه البحث اخيرا من اثار في منطقه المعادي شرق النيل ومنطقه مرمده في امبابه الجيزه حاليا، واللي بتبعد 50 كيلو متر عن القاهره. طيب ايه سبب اخفاء بقى الاثار دي الزمن الطويل ده كله؟ هو ان طبق النيل كان بيجي بيغمر الاثار دي تماما، وبكده اصبح اهل الوجه البحري اقدم حضاره من اهل الوجه القبلي، وساعدهم على كده اعتدال مناخهم واتصالهم بالبحر واتساع اراضيهم الزراعيه، واللي بيتبع طبعا كل ده المؤثرات. ومن يا جماعه الحاجات المهمه اللي بتضاف لانجازات سكان اهل الوجه البحري ان هم اول ناس ارخوا الحوادث ووضعوا لده تقويم، والتقويم ده قسموا فيه السنه 12 شهر والشهر ليه 30 يوم، وحطوا في اخر السنه 5 ايام جعلوها ليهم اعياد. طيب يا جماعه دلوقتي اثبت لاول مره اتحاد اهل الوجه البحري والوجه القبلي كان بزعامه اهل الوجه البحري، وكانت في عصر ما قبل التاريخ، وكانت مدن وقرى الوجه البحري بتتميز بانها اكتر نظام واكتر سكان واوسع مساحه من الوجه القبلي ومدنه وقراه. طيب يا جماعه اتحاد الامارات تم ازاي؟ في البدايه عاش المصريين على هيئه قبائل متفرقه، كل قبيله بتعيش منعزله عن الثانيه، وكان لكل منها شعار زي النحله او الصقر. فلما توفرت ليهم ظروف الاستقرار اضطرت القبائل دي انها تندمج مع بعض لتحقيق المصلحه المشتركه وكونوا الامارات، وكان لكل اماره رئيس بيدير امورها، وكان ليها شعار او معبود خاص اعتبروه ربا لها. طيب يا جماعه دلوقتي تكوين المملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. ولما يا جماعه زادت متاعب الحياه واضطر المصريين ان هم يزودوا التعاون بينهم وبين بعض ويزودوا الاتحاد، اتحدت الامارات مع بعض وكونت مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. مملكه الشمال كان ليها معبودها الخاص وعاصمتها والتاج بتاعها، فكان التاج بتاعها احمر ورمزها زهره اللوتس وعاصمتها بوتو الغربيه، وكانت مملكه الجنوب التاج بتاعها ابيض وعاصمتها نخل بإدفو ورمزها نبات البرد. وكان لكل مملكة يا جماعة معبود خاص، مثلا كان معبود بوتو يرمز لي بأفعى اسمها بوتو، ومعبود نخل كان يرمز لي بنسر، وكان المعبود حوريس بيعبد في كلا المملكتين وكان يرمز لي بطائر يشبه الصقر، وكان الملوك في كلا المملكتين يلقبون نفسهم بخدام حوريس، وكان المصريين بيعتقدوا ان ارواح الالهه دي بتكون زي واسطه بين الناس وبين الالهه. ومع مرور الزمن لقب الملوك دول انفسهم باشباه الهه. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن اشهر ملوك مصر في عصر ما قبل الاسرات، بس الملوك اللي انا هتكلم عنهم ما اتوجدش ليهم اثار كتير جدا، وهم وجدوا اسمائهم مدونه على بعض الحجاره اللي اكتشفوها في الاثار، زي مثلا الملك عقرب الاول حكم مصر 3200 عام قبل الميلاد، والملك آري حور حكم مصر 3150 قبل الميلاد، والملك كا حكم مصر 3100 قبل الميلاد، والملك عقرب الثاني حكم مصر 3100،
والملك مينا نارمر حكم مصر 3100، بس الملك كاء والملك عقرب الثاني كانوا بيحكموا شهور قليلة جدا وكانوا بيتوفوا بسبب ان سنهم كان كبير جدا. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.